السلام عليكم اخويا. اخويا انا سميتني جماعه، عندي 30 سنه، عندي واحد مشكل مع الوليد ديالي. عندو شحال عندك ديال الوليدات جماعه؟ عندي 3. شكون الوليد اللي مريض فيهم؟ اللي مريض فيهم هو الصغير. شحال في عمره؟ يا عنده دابا عامين وما كيتمشاش ليا، دابا ولا عندو مشكل. واخا عاودينا من نهار تزاد، كيفاش تزاد وكيفاش غادي؟ فاش تزاد يعني تزاد ما نقولش عنده، نقول لك شي 3 كيلو ولا 4 عنده، قالوا لي عين رابعه يعني تزاد صغير. واخا مكمل الشهر ديالو ولا كان زاد صغير، زاد ناقص من الاول، ودابا حاليا عنده عامين وما كيتمشاش ليا. ودابا حاليا شو من الاول ها بشويه بشويه، هادشي اللي تزاد عنده 4، كيفاش يعني ملي كانت عنده شهر شهرين 3 شهور كيفاش كانت الحاله ديالو؟ كيفاش يعني فاش كنت حامله به يعني كنت انا بخير، ولكن فاش ولدته قالت لي ناقص بزاف الدريري عندك، يعني الحاله ديالو ناقصه بزاف. ماما ولدتي داز شهر شهرين 3 شهور، كيفاش كانت الحاله ديالو؟ كانت الحاله ديالو ديما هو مريض، ديما كرشو كتنفخ ليه، الا شرب شويه ديال الحليب كرشو كتنفخ ليه صافي. شحال من مره كيتغيب ليا، كنهزو للسبيطار نديه، نعاود ثاني نهبطو نجيبو للدار، عاد الحق ثاني جوج ديال الليل نهزوه للسبيطار، ديما عنده الحاله ديالو خطيره. تالين هادشي مهم حتى وصل نقول لك شي عام وهو في هذا المشكل، ودابا حاليا هو عنده عامين وهو واقف في هذا المشكل. دابا ملي يشرب الحليب ولا شي حاجه الكرش ديالو كتنفخ ليه، ودابا هو حاليا عنده عامين وما كيتمشاش ليا. وليدات اللي عندهم عامين دابا كيكونوا كيتمشاو؟ اه ويلي عنده واحد البنت هي حدايا في جارتي تبارك الله كتمشى، هي صغيره فيه وكتمشى هو لا، وعنده هاد الحركات ما كيتمشاش. كيفاش كيدير؟ يعني غير كي المشيه ديالو كيمشي جالس، يعني قفاز جالس، ولا بيت وقف لي برجليه زعما وتوقفو وتخليه واقف لا يطيح لي الارض. ودابا حاليا شحال واحد كيقول لي دي عند شي طبيب اللي يدير لي الترويض، وانا ما عنديش اخويا الفلوس باش ندي الترويض، انا ما عنديش هادشي، الحاله عندي ضعيفه بزاف. ما ديتيش كاع لشي طبيب؟ ما ديتوش اخويا حتى شي طبيب حتى شي حاجه، هادشي ديال الترويض ما ديتوش ليه. اي طبيب كندي عنده كيقول لي لا اختك خصك دير الترويض وخصك بزاف د الحوايج مع هاد الدري، هو الدري خصو يكون يمشي في هاد الحاله وهو باقي مسكين. ها هو هو خوتو؟ خوتو بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. قلتي الحاله ضعيفه، شنو كدير انتي؟ انا خويا خدام معاه في القهاوي، ندير الخدمه ديالي، نوبه نهار يقولوا لي صافي سيري جيبي، يقدروا يجيبوا شي وحده في بلاصتي، يقول لي سيري صافي راه ما بقاش الخدمه خنصدوا القهوه صافي كنرجع. يعيط لي شي حد دابا ولا شي مره تقول لي جي ديري لي الميناج، نمشي ندير الميناج، هذه هي المعيشه ديالي. هادشي هادي يعني معاونك على 3 الوليدات؟ هاد المصاريف ديال المدخول ديالك في هاد القهوه هادي واش معاونك على 3 الوليدات؟ المهم كنتقاتل بهم، المهم بيه خير، المهم عندي ديك القهوه كنخدم نص نهار، كنجي تاني ندير الميناج عند شي حد الا بغاني يعيط ليا نمشي عدو، المهم كنتقاتل على مجل الوليدات. اش غندير اسيدي؟ الاب ديال الوليدات؟ الاب ديال الدريه اللي ما معطارش بهم كاع نهائيا، بثلاثه ما معطارش بهم. واخا الوليدات شحال في عمرهم دابا؟ والكبير عندي عنده 5 سنين ونص، واللي تابعو 4 سنين وشي 4 شهور، واللي تابعهم هو عامين. واخا هما الدراري كيكبروا كيغدير معاهم في المدرسه وانا خويا انت كتشوف الا لقيت شي حد يتعاون معايا راه الحمد لله ونشكر، ما لقيتش راني اش غندير، امر الله. خصهم مراقبه لباهم، كيفاش واش كنشوف علاقه غير شرعيه ولا كيفاش؟ اخويا من كنت انا وياك كنت انا ويا حاليا ساكنين، ومن مشى لدارهم قال لي انا غنمشي نجيب شي اوراق ونجي ناخذك ونمشي، داك نمشي ما ترجع عليا. ودابا حاليا تلاقيت مع واحد السيد وقال لي شوفي انا غنستراك وداك الشيء فهمتي، والمهم هاد الوليدات غيكونوا هما ولادي، ولكن على كذوب عاد جوج بيا وبدات المشاكل والصداع وداك الشيء فهمتي، صافي وينو كل واحد شد الطريق اللي تناسب. يعني واخا تزوج ما كبقى وليدات حتى واحد ما حط ليا حتى شي دري؟ لا كاين هادشي راه غيدير لك مشكل، انه اوراق الدراري ما عندهمش اوراق، ما حتى في التمريض وكان راه غيدير لك مشكل، خاص الدراري يكون عندهم الدفتر ديال الحاله المدنيه وخاص يكون عندهم بزاف الحوايج بزاف الاوراق. عرفتي كاش قلتي؟ ودابا خويا كنطلب امشي محسن اللي غيتعاون معايا ويشوف معايا في هذه الحاله الضعيفه اللي انا فيها. دابا هنا شفتك يعني كاريه غير واحد البيت، الحاله الماديه ضعيفه، شحال كاريه هنا؟ كاريه ب10000 اخويا، 10000 ريال باش كاري هو اللي عندي. الدري ولدك دابا كيبقى بارك غير هنا ما كيخرج؟ كيبقى عانا في الدار ما كيخرج حتى شي بلاصه، عادي الا خرجت من على برا وعاود دخلت.
باش كطالبي اليوم؟ كنطالب المحسنين يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير، اللي قد على شي حاجه ويعاوني الله يجازيه بخير.